سامعني يا محمد؟ صباح الخير دكتور. علي صوتك. صباح الخير دكتور. والله صوتك بعيد دكتور لأني مريض أثنين. دكتور هيك سمعني؟ ألو. دكتور كأنه ما في صوت. الو، هيك سمعني دكتور؟ انا سامعك بس ايوه، انت وهلا سامعني؟ هلا هيك سمعتك. اوكي. بدنا نغطي في الشابتر. دخل خالد ركان. مين كمان دخل؟ ركان. اوكي، هلا هيك صوت واضح، سامعيني؟ عشان قبل ما اكمل. اوكي، بالضبط. لا خلص هيك شابتر بدي. 2 بتكلم على الكونترول ستراكشر. فهذا الكونترول ستراكشر بنركز على موضوعين، اللي هو موضوع الاف ستيتمنت باشكالها، اللي هي السمبل اف، اف ايلس، الاف ايلس والسويتش. وبنتكلم عن موضوع اللي هو الالتريشن او الدوران. الدوران عندي اللوب يعني بشكل عام، اللي هو بتكلم عن الوايل والدو وايل والفور. كمان في هذا الشابتر بتكلم عن شغلتين، كتور زيت بورد اللي هي بتكلم عن البريك وبتكلم عن الكونتينيو. اوكي، البريك والكونتينيو. اوكي طيب، هذا في كتاب دايتل. فهي هاي الشابتر كامل في كتاب دايتل، ما اعطي جاي مقدمه، بندخل مباشره على الكود. هلا انت بتعرف انه الاصل في كتابه اي برنامج هو بيبدا من الاعلى للاسفل، يعني بيبدا مثلا زي ما حكينا void main، بعدين بيدخل الكود خطوه ورا خطوه. هلا انا بقدر اتحكم في تسلسل البرنامج. شو معنى تسلسل البرنامج؟ معناه انه ما ينزل على السطر اللي بعديه يروح على سطر اخر، او ينفذ جزء معين من الكود او ما ينفذ جزء اخر. هذا الكلام بسموه كنترول، يعني انا بتحكم في الاستراكشر تبع البرنامج. بدل ما يكون البرنامج الاصل بيمشي خطوه ورا خطوه، يعني ستيب باي ستيب، يعني بيجي على السطر الاول بنفذه، بندخل على السطر الثاني وهكذا. اوكي، فهذا الكلام لابد انه ايش اتحكم فيه، بتحكم فيه من خلال الكنترول ستراكشر. اوكي، هلا في الكنترول ستراكشر في عندي عده اشكال او عده امور. هلا مثلا الاف، ككلمه اف هي كلمه محجوزه، الالس، السويتش، الس اف، الواي، الدو، الفور، هاي كلها من كلمات المحجوزه. اي هم اعطيك في الشابتر بعض الكي وورد اللي هي محجوزه من عندي. هلا حنتكلم من ضمنها، احنا اخذنا بعض الشغلات، مثلا كيس، حناخذ بريك، الاف، هاي الفور، عندك الجو تو. هلا احنا بعض الشغلات اخذناها، سويتش كمان حناخذها اليوم ان شاء الله ونتكلم عنها. اخذنا سابقا الفويد اذا بتتذكروا، الانتجر، البوليان، واضح؟ فهدول عباره عن مجموعه من الكيورد، هاي الكيورد كلها محجوزه وفبالتالي استخداماتها. طيب خلينا نبدا بالكنترول ستراكشر مباشره، نتكلم عن الاف. الاف الصيغه العامه، الاف هي تستخدم للتحكم في البرنامج، يعني بتيجي بتكتب اف بعدين بين قوسين بتعطيه كونديشن او شرط. هلا هاي الاف لو رسمنا الفلو شارت تبعتها، انه بتيجي بتشيك على هذا الكونديشن. هلا اي شرط او اي كونديشن فيه احتمالين، يا يكون الشرط صحيح ترو او يكون فولس. هلا هون بيعتمد على شكل الاف. السمبل اف هي فقط بتتعامل
في حالة إذا كان الشرط صحيح، يعني بروح F افتح أقواس بروح على الشرط أو الكونديشن، لاحظ بقول لك F بيجي هون على الشرط. هلا إذا الشرط صحيح بنفذ شغلة ما، طيب إذا الشرط غير صحيح ما بيسوي شيء، هاي بيسموها سيمبل إف. مثال عليها لاحظ هاي المثال التالي، برنامج عندي مثلا جزء من برنامج بيجي معرف متغير اسمه جريد، أنا هذا الجريد باجي بفحصه، فباجي بقول له إف افتح قوسين جريد أكبر أو يساوي 60 ذن. هلا هذا الشرط هذا بنسميه الشرط أو الكونديشن، إذا هذا الكونديشن صحيح فهي الحالة شو بيسوي؟ بيروح بنفذ هاي الستيتمنت التي تلش F مباشرة، يعني هاي الستيتمنت مربوطة بالF. متى يتم تنفيذها؟ في حالة واحدة إذا كان إيش الشرط صحيح. طب شو الاحتمال الثاني؟ إنه الشرط يكون false، في هاي الحالة ما بينفذ هاي الجملة الستيتمنت وبيكمل السطر إيش اللي بعديه. حتى نفهمها أكثر خلينا نأخذ هذا المثال، هاي كوبي هون، نروح على الكومبايلر، الكل صار يشتغل على الكومبايلر تبعنا، هاي الكومبايلر تبعنا لاحظ، ها خلينا هاي اشطب هون، هاي كنترول في لاحظ، خلينا هون اعرف متغير سابق، اوكي هاي قبل الاف عرفت متغير اسمه جريد، اوكي نحول انجليزي، اوكي هاي الجريد، اوكي بالإي هون، أوكي عرفت هاي انت جريد وعطيتها قيمة هاي تساوي مثلا هاي 70، هاي فاصلة مقطة، عرفت متغير اسمه جريد وعطيته قيمة 70. هلا باجي كيف بكتب الاف؟ باجي اف بين قوسين الكونديشن. هلا هون جوا الكونديشن ممكن يكون شرط بسيط، يعني شرط عادي واحد، ممكن يكون أكثر من شرط حسب ما انت شو بدك، يعني خلينا نقول في كتابة كودك. فانا جيت قلت له F grade اكبر او يساوي 60 شو بدي يطبع؟ اذا هاي الجملة لاحظ مربوطة مباشرة بالجريد. طب خلينا ننفذ نشوف هاي run، هاي محمد يا شباب ما تأخروا، أنا ملاحظ صار في كثير إنه الطلاب في شوي معلق أظن السيرفر connecting to server، خليني بس هي F5 reload، اوكي خلينا نرجع شغله مره ثانيه، اوكي هاي على السريع، هاي هون هاي عرفنا متغير اسمه جريد، هاي انت جريد، اوكي هاي بيساوي حكينا 70، هاي فاصلة منقوطة، وهي هون رن، هاي بلش يسوي كومبايلينج، لاحظ اعطاني ايرور في فاصلة منقوطة، وين الايرور؟ لاحظ سي اوت اقل، لاحظ هون خلينا بس هاي علامات البريز كمان ايام بعترض هون، هاي فرصة منقوطة، طيب هاي رن، اوكي وهاي رن، اوكي شو طبع لي؟ باس، شفت؟ طيب هذا في حالة السيمبل اف. طب لنفترض غيرت حطيت هون مثلا 40، هلا حيسألني بعض ليش استخدمت هاي الأقواس؟ الأقواس إذا كنت بدك تكتب أكثر من جملة،
اذا بدك كنت تكتب اكثر من جمله اكثر من ستيتمنت تابعه الاف بتحس تستخدم اقواس حتى لو ما استخدمتهم. لاحظها عشان بس اورجيك. ها هي هون اوكي وهي هون كمان رن. لاحظ لما شغلته ما طبع شيء. ليش ما طبع شيء؟ لانه هلا بيجي قديش قيمه المتغير اللي اسمه جريد 40 بفحص الشرط هل ال40 اكبر او تساوي 60. لا اذا ما حينفذ هاي الجمله في هاي الحاله حينزل على الجمله اللي بعديها ريتين زيرو وينتهي البرنامج. هذا بنسميه الشكل البسيط او بنسميه سمبل اف. واضح؟ سمبل اف. اوكي واضح هذا الامور. طيب نرجع مثالنا هون على الكتاب. هاي الكتاب تبعنا هون. اوكي هذا الشكل البسيط. هاي رسم لك الفلو شارت تبعتها. هاي بنسميها ببدايه البرنامج. بيجي لو جيت قلت لك هلا انت كاتب كودينج فهلا انا لو بدي اجي ارسم الفلو شارت تبعت البرنامج باجي بدايه اخذتوها في يعني باي كيف تكتب الاستراكشر تبع البرنامج عاده بنرسم رسمه بعدين بنطبق الكود بدايه البرنامج بعدين بتروح على الاف. هي شكل الاف. هلا شو احتماليه الاف الشرط؟ اما يكون صحيح او فولس. اذا صحيح بروح بيطبع وبعدين برجع بكمل. اذا فولس ما حينفذ العمليه حيضله ايش مستمر للجمل التي تليها. اوكي هذا بنسميه سمبل اف. اذا بتعامل فقط لما بيكون الشرط ايش بالكونديشن ترو. اما لما بيكون الشرط فولس في هاي الحاله لا يتعامل معه. اوكي واضحه لهون الشكل البسيط للاف. الشكل الثاني من الاف اللي هو بسموه اف الس. في هذا الشكل حل المشكله الموجوده في الشكل الاول للاف. الشكل الاول هو فقط يتعامل مع الاف اذا كان ايش ترو. اوكي حيتعامل ايش اذا كان ايش ترو. اما اذا ما كان ترو الشكل البسيط ما بيتعامل معه. طيب الشكل الثاني لا، اذا كان الشرط ترو بيسوي شيء واذا كان الشرط فولس بيسوي شيء ثاني. طلع الصيغه العامه. هي الصيغه العامه. الصيغه العامه هي نفس المثال بيجي بقول لك اف بيجي على الشرط. هلا اذا الشرط هون الكونديشن از ترو بينفذ هاي الجمله. طب وبعدين بيكمل بعدين لهون بيجي منطقه بعد الالس مش هاي اللي بعديها. فهاي الستيتمنت هي جزء من الاف. طيب هلا اذا كان الشرط فولس في هاي الحاله ايش بيسوي؟ اذا كان الشرط فولس في هاي الحاله اذا كان الشرط فولس بهاي الحاله بيروح بينفذ ما بعد الالس. شايفين هاي الالس عندي ما بعد الالس ايش بروح بيعمل على تنفيذها وبيكمل بعديها البرنامج. اذا هون الشكل الثاني اللي هو اف الس اذا كان الشرط ترو بيسوي عمليه متمة واذا كان. طب تعال نشوف على مثالنا نفسه. هاي مثالنا اف. هلا الجمله التي تلي الاف مباشره هاي تابعه للاف والجمله التي تلي الالس مباشره هي تابعه للالس. يعني اذا كان الشرط صحيح بنفذ هاي الجمله وبعدين بطلع بعد الالس. بعد الالس يعني مش هون هاي بعديها. طيب اذا كان الشرط فولس يعني هاي الجمله هون اذا كان فولس الشرط شو بيسوي؟ ما بينفذ هاي الجمله وبروح بينفذ ما بعد الالس اللي هي هاي الجمله. طب تعال نشوف نفس مثالنا نكمل عليها. هاي نرجع كودنا هون. احنا قلنا اف كذا هلا هون مباشره بعديه. اوكي قلنا له ايش اذا كان فولس. اوكي هاي تاب. هلا بنيجي على كودنا بيجي عرفنا متغير اسمه جريد من نوع انتجر اعطيناه 40. هلا اذا قيمه الجريد اكبر او تساوي 60 هي هل هي اكبر او تساوي 60؟ لا. فحيروح كان اول ما يطبع شيء هلا حيروح ينفذ ما بعد الالس. شو قلت له ما بعد الالس؟ قلت له روح يطبع لي ايش؟ فيل انه رسم. خلينا ننفذه مع بعض. هاي رن. بعد شو طبع لي؟ فيل. هلا انت ايام بيكون مثلا اذا كان الشرط صحيح بدك تنفذ اكثر من جمله. في هاي الحاله انا بفضل حتى وان ستيتمنت انك تستخدم علامات البريز. هيهم شايفهم؟ هاي عاده
انا بفضل انك تستخدمهم. شو معناه؟ انه الاف هذا البلوك كله تابع الاف سواء كان وان ستيتمنت او اكثر. نفس الاشي على الالس، ها لاحظ بستخدم هدول العلامات عشان ايش؟ عشان في هاي الحالة اذا كان اكثر من جملة تابعة الالس تكون تابعة لها. اوكي خلينا نسوي ران كمان مرة، هاي بعض اعطى نفس النتيجة ما اختلف، هاي اعطى شيك الجريد قيمتها 40، هل الاربعين اكبر او يساوي 60؟ لا، اذا نزل على الالس نفذ هاي الجملة. واضح؟ لو جينا ونحطينا مثلا هاي 80 وهي رجعنا سوينا ران كمان مرة برنامجنا، لاحظوا حيعطيني هون باس. هلا لنفترض لو انا بدي يكتب لي فيل يطبع لي نتيجته، يعني يقول له يراسب، لاحظ قلت له هاي سي اوت هاي اقل اقل بين كوتيشن، اوكي بدي اقول له اللي هي قيمه الجريد يساوي، عشان يطبع لي كلمه جريد هاي اقل اقل بعديها المتغير اللي اسمه جريد، هاي فاصله مقطوعه. اوكي نفس الاشي هون، لاحظ خليها نفسها عشان ما نضيع وقت. هون لما بيطبع لي ناجح يطبع لي كمان الجمله. هلا القيمه قديش هي القيمه؟ 80 مزبوط، فحيطبع لي باس وينزل ويطبع لي ايش؟ جريد تساوي 80. خلينا نشوف هاي رن، لاحظ شو طبع لي فاس، لاحظ عشان اذا بدك تسوي فراغ شو بتقول له؟ تعطيه هون بعد الباس خليها هاي فراغ، هاي رن كمان مره عشان ما تكون كلمتين، او تستخدم اللي اخذناهم سابقا باك سلاش ان، لاحظ باس والجريد 80. طب لو جيت غيرت القيمه بدل 80 اعطيته مثلا 30 وهي كمان مره رن، لاحظ هاي طبع فيلد وطبع علامته. واضح هاي الامور؟ هلا شو الفرق؟ شو المشكله؟ المشكله لاحظ لو انا ما استخدمتش الاقواس، يعني هون طلعها هاي شلت هاي شلت هاي اوكي وجيت هون ها اوكي طيب انا اعطيته 30 شو لازم يروح؟ الاصل لازم يروح يطبع لي فيلد ويطبع لي جريد يساوي 30. خلينا نسوي رن، هاي رن تفرج شو اعطاني، شو اعطاني؟ اعطاني ايرور. ليش؟ لاحظت ليش اعطاني ايرور؟ لاحظ هاي ايلس انا ما سويتش شيء. ليش؟ لانك هون استخدمت اكثر من جمله، ما بيصير. طيب لافتر حتى لو شلت هاي الجمله مثلا هاي كات وهاي كمان مره رن ستيل ايرور، بس طلع شو اعطاني هلا. هلا هون اعتبر الجمله هاي تابعه هاي، هلا اعتبر طلع شو الخطا، اعتبر الجمله هاي تابعه هاي صح؟ تابعه الالس، معي ولا لا؟ معي انتوا يا شباب ولا مش سامعيني؟ سامعينك هلا سامعينك دكتور. غيرت ال 30 حطيتها 70. هلا على كلامك لازم يطبع لي باس ويطلع، لا هو حيطبع لي باس وحيطبع لي جريد، حياخذ هذا السطر شايفه هذا لما يجي ينفذ الاف ينفذ هاي الجمله وحيعتبر هاي بعد الاف كلها. ها خلينا نسوي ران، هاي ران شو طبع؟ باس طبع جريد 70. طب انت جريد 70 لما طبعها ما في هون جنبها جريد 70، هلا هو تعرف كيف اشتغل؟ اعتبر الجمله التي تلي الاف هاي تابعه للاف، والجمله السطر هاد بس تابع للالس، وهذا السطر برا الاف كلها. وصلت الفكره؟ فعشان هيك اذا بدك هدول السطرين تابعين للالس لابد انك تستخدم ايش؟ علامات ايش؟ البريز. شو علامات البريز؟ ليش؟ لسبب. هيهم هيك تيجي بتسوي كالتالي، تحط هاي تيجي بعد ما تخلص قبل الالس تمام بتسكر هون، وبعد الالس هون تحط بدايه. انا بفضل انك سواء كان وان ستيتمنت
أو أكثر شو دائما استخدمهم. هلا شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إيش؟ إنه هذا بيعتبروه جاي بلوك، يعني إنه هدول الجمل تبعين الإف، هدول الجمل تبعين الإلس. سوي رن هلا لاحظ. بس بلا مقاطعة بحديثك قبل ما تكمل عشان بس تكون واضحة. الأقواس بس تحكي لي متى بنبدأ فيها ومتى بننهيها، يعني بأي جملة بنبدأها ومتى بننهى. كل إف أنا بفضل إنك كل إف تحط علامات إبهاز وتسكرهم، سواء إف سواء إلس إف أو إلس دائما. حتى لو حطينا أكثر من جملة. جملة أو أكثر من جملة استخدمهم ريح حالك. بكل جملة ولا بكل ما بعد الجمل كاملة ما بعد الشرط كامل. تري الإف أو تري الإلس استخدم علامات البريز وريح حالك. تمام. سواء كانت جملة واحدة أو أكثر. ليش؟ عشان ما يصير نوع من أنواع الإرباك. متحط الفكرة؟ تمام. وأنت عشان تتعود عليه خلاص كتب إف تحت قوسين علامات البريز حط الجملة سكر إلس افتح وسكر. وأنت بنفس الوقت أسهل لك. ليش؟ حتى يكون عندك صورة سهلة لإيش؟ شو الصورة السهلة؟ انك تعرف بداية الاف وبداية نهايتها. كل بداية اف تسكرها خاصة لما يكون عندك في بسموهش منسميه نستد اف، يعني اف جوا اف. وضحت صورة؟ تمام تمام دكتور. طيب خلينا نكمل. اذا هذا مفهوم اللي هو اف الس. حكينا كمان بالاف في شكل اخر من الاف هو بسموه without اف، هو شكل من اشكال الاف الس، هو الصيغة هاي في نهايها. خلينا ناخذها ونورجيك اياها كمان. ها هذا الشكل شو بقول لك؟ هو نوع من انواع الاف ولكن without مش مكتوب جواه كلمه اف. لاحظ هو بيجي بالشكل التالي. اوكي سي اوت اصغر اصغر تفتح اقواس، هاي تعتبر شكل من اشكال الاف بس مش مكتوب كلمة F. هاي تأخذ شكل نفس شكل F else. هلا الجزء من القوس لهون هذا الجزء مخصص للكونديشن، بعدين بيجي علامة الاستفهام، بعدين بين علامة الاستفهام والنقطتين هذا الجزء مخصص إذا كان الشرط صحيح true يعني، وما بين النقطتين والتسكيرة يعني الفاصل منقوطة هذا الجزء هذا مخصص إذا كان الشرط فولس. يعني أنا عرف متغير اسمه جريد بيجي بفحص الجريد هل هي أكبر أو تساوي 60؟ نعم. وين بروح بنفذ؟ بنفذ هذا الجزء اللي هو شو معناه؟ سي أوت أصغر أصغر هاد، إنه بيطبع لي كلمة باس. طب إذا كان الشرط فولس بروح بنفذ ما بين النقطتين اللي فوق بعض شايفهم وفاصلة منقوطة اللي هو هذا الجزء عشان نتأكد من شغلنا. هيرن القيمة قديش عندي؟ 70. هل 70 أكبر من 60؟ صحيح. إذن كأنك بتقول له سي أوت باس. طب لو جيت عكست يعني ها جيت قلت له 30 مثلا وهي كمان رن، لاحظ في هاي الحالة شو بيصير؟ بروح إيش؟ هل الشرط شو بطلع؟ فولس. بروح بنفذ ما بين النقطتين هذول شايفهم والفاصلة منقوطة اللي هي هذا الجزء، كأنك بتقول له سي أوت فيل. واضح الشكل؟ اذا كمان هذا يعتبر شكل من اشكال الاف الس. اذا صرنا ما... هلا الفلو شارت لها لو جي قارناها الاف سمبل اف مع الاف الس بيجي هاي بدايه البرنامج بيجي على الشرط. هلا اذا الشرط صحيح ترو بطبع باس وبرجع من هون وبيكمل، اما اذا الشرط فولس بروح بما بعد الالس بنفذ هذا الجزء وبيكمل. يعني لاحظ شو الفرق بين الاف والالس؟ انه الاف سمبل اف تعامل مع الشرط اذا كان ترو فقط، اما الاف الس فهي بتتعامل معه في حال اذا كان الشرط ترو بنفذ عمل ما، واذا كان فولس بنفذ عمل اخر. واضحه الصوره؟ واضحه. طيب هلا شو بقول لك؟ هون لاحظ ممكن يكون عندك شيء بسموه نستد اف. يعني مثلا شايفين هاي الاف الاف الس هاي اف اذا كانت الجريد اكبر او تساوي 90 اطبع لي ايه الس، شايف جوا هاي الس حط اف الس ثانيه وجوا هاي الالس حط اف الس ثانيه وجوا هاي الالس حط اف الس ثاني. شايف؟ واضح. يعني انا بقدر اكون جوا الاف او جوا الالس احط اف ثاني. هاي مثال عليها، لاحظ هاي مثال. ها
لاحظ هاي مثال كامل، خلينا ناخذ لكم اياه على السريع. هاي كوبي خلينا نطبقه ونرجيك اياه. لاحظ بس بدي ارد، بفضل دائما هاي اف اس. هلا الجزء هاد عشان ما يصير لخبط عند الطلاب، شايف شو بحطه؟ بحركه لجوه شوي عشان تعرف وين بداية الاف وين تسكرتها، لانه شو بيصير مع الطلاب؟ اوكي اوكي هلا لو جينا تبعنا البرنامج هاي هون تسكيرة القوس. اوكي خلينا نعرف المتغير الجريد بيساوي مثلا هاي 70 فاصلة منقوطة. تنساش تعريف المتغير هاي انت. اوكي هلا بيجي على الاف بفحص الشرط. شو الشرط هون؟ هاي سي اوت ايه، إذا كانت القيمة أكبر أو 99 إيه وبطلع. هلا شايف هذا الجزء إلس، كل هذا من هون لهون، لاحظ هذا كله جوا الإلس. شايفين هذا الجزء؟ هذا كله ييتو، لاحظ جوا إيش؟ الإلس. هيو هذا كله جوا الإلس. اوكي هاد من هون شايف هذا الجزء كله تابع الالس. هلا شو سوى جوا الالس؟ استخدمت اف الس ثانيه، هاي اف هاي الس. هلا هاي بدي افوتها لجوا شوي عشان تعرف انه هذا الجزء شايف طلع. اذا بتلاحظوا هون في جاي خط، شايفينه ميزين معي؟ شفتوا هذا الخط؟ هلا هذا الجزء هاي الاف بده يفحص اذا الجريد اكبر او يساوي 80 بتجي هون. طبعا لي سي اوت ايش؟ وهي هون سي اوت، هاي هون تسكيرة القوس، وهاي هون تسكيرة القوس. تنساش الاقواس. وهون هاي سي اوت. اوكي وهي هون سي اوت. اوكي هون عرفت متغير، وبدي بدل ما ادخل القيمه هون خلينا نطبع جمله طباعه وندخله برا. تذكروا مش اخذنا سي ان؟ هاي هون سي اوت اقل هاي كوتيشن، بدي اقول له انتر ذا فاليو. اوكي بعديها سي ان اكبر لقيمه الجريد، وهي فاصل منقوط. خلينا ندخل من الكيبورد. اوكي هلا اول شيء بيجي بفحص الجريد، هل القيمه اللي انا دخلتها اكبر او 99؟ اذا اكبر او 99 حيطبع ايه؟ الس. هلا كل هذا الجزء داخل الالس. هلا جوا الالس سويت اف ثانيه، هاي اف اذا الجريد اكبر او يساوي 80 بيطبع لي بي. الس جواها لاحظ حتى هاي، لاحظ هون، لاحظ في خطوط هون اذا بتشوفوهم. هلا جوا الالس هاي كل هذا الجزء، كمان استخدمت اف اذا اكبر او تساوي 70 يطبع لي اي. اوكي اي بي اي بي سي هون لازم تكون، وهون بدها تكون ايش؟ هاي دي، وهون اف. اوكي فلاحظ كل جوا الس في اف ثانيه، هاي بيسموها نستد اف. خلينا نجرب البرنامج. هاي ران، لاحظ بده مني ادخل القيمه. لنفترض دخلت له 92 الطالب جايب، شو بده يطبع لي؟ شو طبع لي؟
ايه طيب خلينا نجربها كمان مره. انتر ذا فاليو لنفترض القيمه اعطيته مثلا 85، شو بده يطبع لي؟ بي مظبوط. هاي كمان مره، هاي رن، هاي اعطيته القيمه مثلا 70، اوكي شو حيطبع لي؟ سي. هاي كمان مره، بعد بجرب البرنامج اكثر من مره. هاي انتر ذا فاليو لنفترض اعطيته 61، اوكي شو اعطاني؟ دي. اخر قيمه لنفترض انه جاب 40 في توتال مجمع الطالب 40، اوكي هاي 40 شو حيطبع لي؟ اف. هذا بنسميه اللي هو شكل من اشكال الاف الس، ولكن استخدم هلا ممكن لاحظ الكود كله يكون جوا الالس يكون اكثر من اف، حتى هون لاحظ هاي المنطقه ممكن يكون اكثر من اف. هلا انا بفضل انك عشان ما تصير هاللخبطه يا بتفوتهم هيك لجوا، شايف كيف؟ عشان انت تميز كل واحده وين نهايتها، او انك تستخدم زي ما حكيت علامات البريز. لاحظ هاي مش بدايه الالس، وين تذكرتها؟ هون تذكرتها، شايف؟ هاي الالس هاي بدايتها، هاي تذكرتها. طيب تعال على الاف، هاي نفس الشيء هون، ها هاي بدايه وهي هون التسكيرة. طيب نمشي كمان خطوة، الاف الثانية هاي، ها هاي بدايتها، هاي تسكيرتها. كمان عندك الالس هون، هاي بدايتها، لاحظ وين تسكيرتها؟ بعد هاي، لاحظ على نفس الخط، ها لاحظ انا عشان بس اوضح لك، هاي الالس هاي بدايتها، هاي تسكيرتها. نفس الاشي، هاي عندك هاي الاف، هاي بدايتها، هاي هون تذكرتها. نفس الاشي عندك هون الالس، هاي البداية، كمان بعد هاي هون هاي تذكرتها، كمان الاف هاي. انا ليش انا بفضل تستخدم عشان ما يصير نوع، هاي بدايتها، هاي هون هاي التذكيرة، هاي الالس هاي بدايتها، هاي تنساش، هاي التسكيرة. هلا عدد اللي انت فتحتهم من هون لاحظ بده يكون مساوي للعدد اللي انت سكرتهم. لو جيت عديتهم، هاي واحدة تنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، عد هدول، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هاي هون خمسة، هاي ستة، هاي سبعة، واضح؟ فلازم يكون العدد مساوي لبعضه. هلا بالذات هذا البرنامج، هلا بدي انسخ لكم اياه، اوكي وارفع لكم اياه. خليني بس دقيقة، اعطيني انشئ ملف تاريخ اليوم، اللي هو اليوم 9/11/2020، هاد برفع لكم اياه فيه. بس خلينا اورجيكم اياه، هاي على النوت باد، اوكي هاي المثال كامل، اوكي هاي المثال كامل عشان تكون ايش انت بالصوره. هاي كامل عندك المثال، عرفت متغير، هاي بدايه كل اف وتسكيرتها للنهايه، اوكي هلا برفع لكم اياه المثال عشان بدي اياك تمرن عليه وتشوفه بشكل جيد، اوكي في اي استفسار لهون؟ واضح؟ واضحة الامور؟ هذا بسموه نستد اف الس، يعني اف جواها اكثر من ان اف تانية، اوكي؟ طيب هاي كمان معطيكم كمان مثال، لاحظهم بتكلم عن علامات البريز وانا حكيت عنهم وشرحتهم ووضحت لكم اياها بالتفصيل. هلا كمان في قبل ما ندخل واي بدنا نخليها للمحاضره الجاي، في شكل بسموه اف الس اف، قبل ما اروح على الوايل وما الوايل. كمان اذا بدك امثله اكثر
في عندك التوتوريال هي هون، شايفين التوتوريال كتاب اللي هو تبع اللاب صفحة 34، هاي كاتب لك if condition بعدين statement، هاي الكونديشن وهي الستيتمنت، وممكن استخدم علامات البريز مع امثله. هذا اللاب هي كمان مثال اخر. كمان ممكن الشكل الثاني اللي هو if else، شايفينه هاي كمان if else، ممكن تكون عفوا جمله او اكثر جمله. هلا في مثال اخر اللي هو بدي اعيد نفس حل السؤال ولكن باستخدام شيء بسموه if else if. احنا اخذنا سمبل if، اخذنا if else، هلا في شيء اسمه else if. شو else if؟ خلينا نرجع على نفس المثال ونعدل عليه ونستخدم ال if. هلا انا جيت قلت له الشرط الاول مزبوط، قلت له if grade اكبر او يساوي 90 يطبع لي ايه. هلا بدل ما احط else وجواها if بقدر استخدم شيء بنسميه else if. هيها else if شايفينها كيف باجي هون else if، لاحظ طلع كيف كتبها else if، بصير هيك ولا هيك. هلا else if تفتح قوس وبتحط الشرط. شو الشرط الثاني؟ انه الجريد اكبر او تساوي 80. في هاي الحاله لاحظها، بدي اريحك من الاقواس. في هاي الحاله ايش بتسوي؟ باجي بقول له يطبع لي ايش ب. كمان لاحظها else if افتح اقواس، الشرط الثاني الجريد اكبر من 70. اوكي هي هون ها، في هاي الحاله يطبع لي سي. هاي كات على السريع بس اضبط لكم اياه. كمان else if اوكي الشرط الثاني اكبر او يساوي 60. لاحظ هاي انزل اطبع لي ايش دي. اوكي الشرط الاخير اخر شيء شو بضل else، ناخذ هذا الجزء هيو هاي كات، هذا بسموه شكل اف الس اف. هذا بيشبه الى حد ما مين، بدل ما اجي احط الس اف وبعديها جوا شرط ثاني وهكذا، هيها اوكي else اطبع لي دي. بعد كل واحدة بيجي على الشرط وهكذا. خلينا نسوي run، شو بيسوي؟ ادخل القيمة، دخلت له مثلا 95، شو طبع لي؟ ايه وطلع. كمان مرة هي run، دخلت له 80، شو طبع لي؟ بي. كمان مرة هاي كمان ران، هاي لنفترض دخلت له 20 مجمع الطالب، شو طبع لي؟ اف. هلا برايكم مين اسهل؟ اجي احط اف الس جواها اف والس، ولا اجي استخدم الس اف؟ معي يا شباب؟ اذا الشكل الثالث من اشكال الاف، احنا اخذنا الشكل الاول سمبل اف، اخذنا الشكل الثاني اف الس، الشكل الثالث اللي هو else if. في هاي الحالة بقدر اكتب اكثر من شرط، يعني لاحظ بيجي على الشرط الاول بفحص، اذا الشرط صحيح بنفذه وبطلع برا الاف. طب اذا الشرط الاول false بنزل على الشرط الثاني بشيك، اذا الشرط صحيح بنفذ الجملة التي تليه، طب واذا false بنزل على الشرط الثالث وهكذا. متى بنفذ الالس؟ بنفذ الالس في حالة واحدة، اذا مر على كل الشروط اللي قبله وكانوا كليتهم false بروح بنفذ ما بعد الإلس، وهو بسموه الشكل الثالث من أشكال الإف. إذا صرنا ماخذين أربع أشكال،
simple if, if else, if